الحسن من أكادير، مساء الخير، مرحبا بك معنا على أصوات. مرحبا بك الحسن. كنشكر الضيوف ديالك. شكرا لك الحسن. أنا أخويا وجهة نظر ديالي في المشاكل ديال صعوبة تطبيق التنمية في المغرب. نعم. عنده واحد العلاقة بأن المواطن ما كيقدرش يحاسب الأحزاب والنقابات اللي هي الممثل الشرعي ديالو اللي كتسادة، ولهذا أنا كنطلب باش يكون واحد السقف ديال واحد 10% في النتائج الانتخابية للنقابات ولا الأحزاب، باش نقصوا من عدد الأحزاب، لأن احنا تالفين دابا ما عارفينش مع من نتواصلوا. قلتي واحد الحاجة مهمة الحسن من أكادير، قلتي الإشكالية كاين في المواطن ما كيقدرش يحاسب يعني لا أحزاب ولا غيره، الناس المسؤولين بشكل عام. علاش؟ لأن كيديروا دابا هما تالمو كثار، كينوضوا كيتجمعوا بيناتهم وكيديروا تكتلات، هما اللي كيصنعوا السياسة ماشي المواطن. نخلي لكم وقت الجواب. الحسن مدينة أكادير تكلم على أن التنمية الإشكالية الكبيرة ديالها يعني هو راه عبر عليها بواحد، أنا عجبني السؤال ديالو، قال لك المواطن ما كيقدرش يحاسب المواطن، يعني ما كيقدرش يحاسب المسؤولين، قال لك الإشكالية ديال التنمية في البلاد بالنسبة ليه هي هذه، كان النموذج التنموي وغيره هو خاص يقدر يحاسب هذاك السيد اللي مسؤول وراه غادي تحسن الأمور. ربما أنا هادشي اللي فهمت. نخلي لكم وقت الجواب. رحيم بن نصر. لا، تفاعلا مع ما جاء به الأخ من مدينة أكادير، أكادير فيما يخص المساءلة أو المحاسبة ديال الأحزاب السياسية، ما يمكنش غنحاسبوا كل مواطن على حدة، كان هناك مؤسسات وكان هناك واحد الاختيار ديمقراطي، لأن الديمقراطية اللي كاين الآن واللي هي منتشرة في العالم كله هي الديمقراطية التمثيلية، وأنا متفق معه أنها الديمقراطية التمثيلية الآن في التطور اللي عرفوا المجتمع وعرفوا مجتمعنا والمجتمعات كلها كتعيش أزمة ولا يمكن الاقتصار على هذه الآلية بوحدها. هادشي علاش كاين انفتاح على ما يسمى بالديمقراطية المشاركتية اللي كنشوفوا خصنا نفرزوا بعض الآليات ديال المشاركة ديال المواطنين، وأظن أن الدستور ديال 2011 جاب بعض الآليات يجب تفعيلها، يعني لمراقبة نعطيها على سبيل المثال فيما يخص العرائض إلى غير ذلك من الآليات اللي، وكاينين مؤسسات التنمية اللي وقعت في المغرب منذ ما يقرب من 20 سنة للآن جعلت واحد الوتيرة ديال النمو اللي ما كتسمحش باش تدمج ويستافدوا منها غالبية المواطنين. نعم. بالعكس ترجمات بواحد المركزة ديال الثروة وبواحد المحدودية معينة، وبالتالي الاختيارات الحالية اللي خصها دي حنايا بلكن كنا كنجتهدوا باش نبلغوها خصها تنشيل في اتجاه ديال العدالة الاجتماعية، ديمقراطية ربطها بالعدالة الاجتماعية، توزيع عادل، يعني آليات ديال النظام الضريبي اللي يكون منصف وتدريجي، اللي عنده اكثر خصو يقلص اكثر الى غير ذلك من التوافقات الكبرى باش نوفروا على بلادنا بعض الازمات.